أعلنت الدار العقارية عن توقيع اتفاقية مع شركة مبادلة للاستثمار مبادلة للاستحواذ على 4 أبراج تجارية من الفئة الممتازة في سوق أبوظبي العالمي المركز المالي الدولي للإمارة في جزيرة المارية. تشمل الصفقة الاستحواذ على الأبراج التجارية 4 الرئيسية في سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية، وهي السلع والسراب والمقام والختم، بإجمالي مساحة قابلة للتأجير تبلغ 180,000 متر مربع.